اختار الخضروات والفاكهة من نسوقها وننظفها على حسب الـ FDA والـ NHS البريطانية، وخاصة احنا في عصر الكورونا. بالبداية حابة أقول أنا أعرف إحنا كلنا نعرف نختار خضرواتنا والفاكهة وشلون لازم نختارها طازجة وخضرة وغير مضروبة، بس أنا حابة أقول شنو الـ FDA، شنو تنصحنا بأن طريقة اختيارنا للخضروات والفاكهة وشلون نغسلها؟ احتمال احنا نسوي اصلا اكثر مما هو مطلوب. خلينا نشوف الفيديو. الخضروات اللي نختارها نشوف الاوراق تكون قوية وما تكون سودة، ما تكون مضربة، نحاول قدر الامكان نختارها سليمة. المضربة يعني معناها تتجمع بيها البكتيريا. الفاكهة المقطعة بهذا الشكل لازم تكون يا اما بالثلاجة او بمكان ثلجي، يعني مثل هذا اللي اذا نشوفه بثلج ممكن نختارها. نختار الفاكهة نشوفها وحدة وحدة وبدون ما تكون مضروبة، يعني بيها فجوات، بيها اماكن تتجمع البكتيريا. قبل ما نبدأ بأي شيء لازم نغسل إيدينا. نغسل إيدينا بهاي الطريقة بين الأصابع فوق كف الإيد، نفركها لمدة 20 ثانية. هاي الطريقة اللي توصى بها منظمات الصحة العالمية اللي تكون كافية للتخلص من البكتيريا والجراثيم والأوساخ. إذا أقل ما حتحصل على النتيجة اللي إحنا نريدها. قبل ما نبدأ بأي شيء نغسل إيدينا بهاي الطريقة. نجيب إناء ومصفي أو أي شيء مثل هاي اللي إحنا عدنا إياها كنا بالبيت. نبدي نغسل مثلا هاي الطماطة، نغسلها بالماء فقط، ما نحتاج نهائيا أي منظفات أو صابون، ماء جاري فقط. نشوف هاي الطماطة أو البندورة عدنا مضروبة، هاي معناها تتجمع بها البكتيريا والجراثيم، لازم نشيلها قبل الاستعمال. نحفرها ونطلعها ونظل نشوف شنو الأماكن اللي بيها أصلا متضررة إلى أن نقتنع بأنه خلاص الوضع صار تمام. بعدها نتركها إلى أن تجف قبل ما ندخلها للثلاجة. نجي على الأشياء الورقية بعد ما نطلع الأعشاب الضارة اللي إحنا ما نريدها، وأيضا تغسل بالماء الجاري فقط، ما نستخدم لا معقمات ولا منظفات. الماء الجاري يكون كافي لقتل الجراثيم والبكتيريا وأيضا المبيدات الحشرية. نستمر بهاي العملية لإزالة كل الأتربة والأوساخ والجراثيم لأكثر من مرة. بالحقيقة هاي اللي أوصت به منظمات الـ NHS. الجزر والخيار طبعا وغيرهم من الأشياء اللي بيها جذور واللي بيها كميات من الأتربة نستخدم، تستعمل مثل هاي الفرشاة، اللهانة والأشياء الورقية مثل الخس لازم نشيل الطبقات الأولى من عدها ونظل نشيلها إلى أن تطلع لنا الطبقات النظيفة، وبعدين نقوم بغسلها ورقة ورقة تحت الماء الجاري. ومثل ما قلنا ما نحتاج نحط لا ملح لا بيكنج باودر لا خلط، على حسب الـ FDA، وأرجع أقول مرة ثانية الأمريكية ومنظمات الصحة البريطانية بأنه يقولون لا. هاي الطريقة جدا كافية خاصة إذا نشفتها بالمحرمة بعد الانتهاء. ونستمر بفرك الأوراق إلى أن نتأكد صارت نظيفة وبالماء الجاري فقط. وبهالطريقة حنحصل على خضرواتنا نظيفة وصالح بالمناسبة يوصى بأنه ناكل 5 حصص من الخضروات والفاكهة يوميا حتى وإن كانت معلبة أو مطبوخة أو مجمدة. إن شاء الله كان فيديو مفيد. شاركوني بالتعليقات أي طريقة تنظيف تناسبكم.